بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الطلاب الأعزاء، رح نحكي اليوم في Chapter Topics in Vector Calculus. بداية خليني أعرف الفيكتور فيلد in Two Space. الفيكتور فيلد in Two Space هو function نرمز له بالرمز F فوقيه سهم على أساس أنه الأجوبة متجهات. أوكي. الفانكشن مجال تعريفه أزواج مرتبة، يعني جزء من الآر تربيع. مجاله المقابل هو فيكتور تو فانكشنز الكومبوننتس تاعونه m of xy n of xy. اوكي، بنسميه فيكتور فيلد ان تو سبيس. طبعا في فيكتور فيلد ان 3 سبيس، f of xy z m of xy z n of xy z، وممكن نضيف q of xy z، بصير فيكتور فيلد ان 3 سبيس. اوكي، الان امثله على فيكتور فيلد في التو سبيس. مثلا مي تتحرك بالفضاء الثنائي. اوكي، هلا شو يعني حركتها؟ حركتها فيكتور فيلد، يعني انه لما توصل نقطه المي لنقطه معينه اكس واي في الفضاء الثنائي، اوكي، بدها تتجه باتجاه معين. هذا الاتجاه هو بيمثل ايش؟ الصوره للنقطه اللي من عندها اتجهت. اوكي، طبعا حركه مي بنهر، حركه مي بربيش، حركة كهرباء بسلك، اوكي، كلها بتمثل فيكتور فيلدز. الان الجريدينت لاي فانكشن جي اوف اكس واي، حيث انه الفانكشن ديفرنشبل، بيمثل فيكتور فيلد. اوكي، الجريدينت يعني جي صب اكس وجي صب واي. اذا الجريدينتس للفانكشنز، اوكي، هم فيكتور فيلدز، والعكس ليس بالضرورة ان يكون صحيحا. الجريدينت للفانكشن فيكتور فيلد، بس مش كل فيكتور فيلد هو جريدينت. اوكي، متى بنقول عن الفيكتور فيلد اف انه كونزرفاتيف؟ الفيكتور فيلد اف بنقول عنه كونزرفاتيف اذا كان هو جريدينت لشي فانكشن جي. اوكي، زي ما انتم شايفين يوجد فانكشن جي اوف اكس واي، بحيث انه الجريدينت لجي بتساوي اف، يعني جي صب اكس تساوي ام اوف اكس واي، وجي صب واي تساوي ان اوف اكس واي. اوكي، بهاي الحاله الجي بنقول عنه بوتنشال اوف اف. لاحظوا، لو واحد جاب جي، لو ضفنا اي ثابت سي على جي راح يضل بوتنشال ايضا للفيكتور فيلد اف. اوكي، طبعا كمان كمعلومه انه البوتنشال، الفرق بين بوتنشال وبوتنشال لن يكون الا ثابت عادي، يعني constant. اوكي، عدد حقيقي. الان لاحظوا هون ال f of xy اللي هو m of xy و n of xy. اوكي، اذا كان مجال تعريفه هال f simply connected، فبصير انه conservative مكافئ انه m sub y يساوي n sub x. اوكي، يعني إذا كانت الـ m sub y تساوي n sub x في حال إنه الدومين يكون simply connected، والأشهر الأمثلة على simply connected الـ R تربيع، أوكي؟ فبيطلع إيش؟ conservative، وإذا كان conservative فلازم تكون الـ m sub y تساوي n sub x. حقيقة إذا الـ m sub y لا تساوي n sub x فهو not conservative، أوكي؟ حتى لو ما كانش الدومين simply connected، لكن حتى يكون الـ m sub y يساوي n sub x بيعطي انه الاقتران او الفيكتور فيلد كونزرفاتيف، لازم ايش؟ لازم يكون التعريف على سمبلي كونكتد، او يعني التعريف على سمبلي كونكتد بيضمن انه الام سب واي تساوي ان سب اكس. اوكي، بيعطي انه الفيكتور فيلد كونزرفاتيف، يعني انه هو جريدينت لشيء فانكشن جي اللي بنسميه بوتنشال لإله. اوكي، تطبيق مباشر على هاي النظريه انه f of xy يساوي xy كوما x سكوير، يعني هذا الفيكتور فيلد مجال تعريفه r تربيع كسمبلي كونكتد دومين، هل هو كونزرفاتيف ولا لا؟ بنروح بنحسب m sub y، حيث m الكومبوننت الاولاني وn هي الكومبوننت الثاني، فالm sub y هي x والn sub x هي 2x، الام سب واي لا تساوي ان سب اكس، فبالتالي بشكل مباشر هذا الفيكتور فيلد نوت كونزرفاتيف، يعني تبحثش عن بوتنشال له. يعني لو حاولت تجيب فانكشن جي بحيث انه جي سب اكس له تساوي اكس واي وجي سب واي له تساوي اكس تربيع، مش راح تلاقي.
سؤال آخر أو مثال آخر. إذ F الفيكتور فيلد F اللي هو 2XY كما X سكوير كونزيرفاتيف، يعني معرف هو على الR تربيع اللي هو سمبلي كونكتد. If so find the potential of F، يعني أوجد function G بحيث أن الجريدينت لG بيساوي F. الآن الحل إنه بنطلع على M و N، مين هم؟ الM هو 2XY والN هو X سكوير، أوكي. بعد هيك بنطلع على M sub Y اللي هو 2X و N sub X اللي هو 2X وبنلقى إنهم زي بعض، وبالتالي إيش؟ الـ F هو conservative، أوكي؟ الآن بدنا نجيب potential للـ F، فإحنا بدنا نجيب اقتران G بحيث إنه G sub X لإله بيساوي M يعني 2XY، وبالتالي هذا التكامل تكامل لـ 2XY DX يعني إن نكامل هذا الاقتران بالنسبة لـ X والY ثابت، بتروح الـ X هون في خطأ مطبعي هون، أوكي، بصير G بيساوي هذا التكامل، والآن هذا التكامل بالنسبة لـ X هو X تربيع Y زائد constant of X. الآن كونه إحنا منكامل بالنسبة لـ X والY ثابت، بالتالي ثابت التكامل قد يكون function ثقيل بدلالة الـ X، مش مجرد ثابت عادي، ممكن يكون sin Y، ممكن يكون y سكوير، ممكن y كيوب، اي فانكشن محتمل، اوكي، وبالتالي ما بنقدر نتجاهل هذا ال h of y لانه جزء اساسي من g اللي بدنا نجيبه كبوتنشال. هاي g ليس g sub x، انتبهوا هذا هنا خطا مطبعي. اذا بنروح بعد ما جبنا g اللي هي طلعت معنا زي ما انتم شايفين x تربيع y زائد h of y، عشان نجيب ال h of y شو بنعمل؟ بنستخدم إنه G sub Y تساوي الكومبوننت الثاني اللي هو N، G sub Y تساوي الكومبوننت الثاني اللي هو X تربيع، أوكي، الكومبوننت الثاني اللي هو X تربيع، وبنفس الوقت لما نشتق هذا G بالنسبة ل Y، أوكي، مشتقة X تربيع Y بالنسبة ل Y هي X تربيع، ومشتقة ال H of Y هي H prime of Y. الآن إحنا بنقدر نجيب h برايم اوف y as a function of y، اوكي، بالطبع لازم يروح كل شيء بدلاله x لانه ال h برايم اوف y يجب ان يكون بس بدلاله y، ما بصير يضل x ولا بيكون في مشكله بالحسابات، اوكي. اذا x تربيع بتروح مع x تربيع، ال h برايم اوف y هو 0 وبالتالي ال h of y هو اي constant ممكن ناخذه، اوكي. انا بدي اخذ ال constant اللي هو 0 وبالتالي بدي اخذ البوتنشال لإله، طالب بوتنشال واحد، جي اوف اكس واي بيساوي اكس تربيع واي هو بوتنشال للاف، ممكن احنا نطلع اي بوتنشال زائد 7 زائد 5 زائد 2 كلها بتلعب دور بوتنشال، اي ثابت بتضيفه بيطلع معك بوتنشال للفيكتور فيلد اف. الآن إذا بدأنا في فيكتور فيلد F of XY يساوي M of XY و N of XY متصل، يعني المقصود بالاتصال إنه M of XY و N of XY اثنيناتهم متصلين، وحقيقة هنا بنقصد بالاتصال على open set تحوي الكيرف C اللي هو X يساوي X of T و Y يساوي Y of T، T من بين الفترة بين A و B. الكيرف C هو smooth و oriented، فاللاين انتجرال على هالكيرف C هو يعرف على انه هذه النوتيشن اللي له the integral of the vector field f over c with respect to r، هو كنوتيشن اخرى التكامل على c ل m of xy dx زائد n of xy dy. طبعا النوتيشن هاي مكافئة لهي النوتيشن لانه الf هو m of xy n of xy والdr هي عبارة عن vector two components تعونه dx و dy، اوكي. طبعا نتيجة التكامل راح تكون التكامل من A ل B، وين في X بنحط مكانها X of T، وين في Y بنحط مكانها Y of T بال two vector field، بال vector field يعني بال two components تعونه M و N، وبعد هيك مكان ال DX طبعا X prime of T لأنه DX by DT بتساوي X prime of T، وبالتالي DX هي X prime of T DT وال DY هي DY prime of T DT، اوكي. فبصير عندي هذا الفيكتور دوت برودكت مع الاكس برايم واي برايم فيكتور سكر دي تي، اوكي. هذا تعريف اللاين انتجرال للفيكتور فيلد اف along the smooth oriented curve C.
الآن شو المقصود بالكيرف سي؟ أوكي، كيرف بدايته عند النقطة A، أوكي يعني x of A y of A، ونهايته عند النقطة B x of B y of B، وبينهم في إيش نقاط. أوكي، كلما زادت قيمة T كلما اقتربنا من النقطة x of B y of B، أوكي تزايد T. الآن مثال، let f يساوي x, 2y. find the line integral over c للفيكتور فيلد f بالنسبة ل r. اوكي، اذا كان اولا c هو x بيساوي t، y بيساوي t، t من 0 الى 1. اوكي، يعني المقصود هنا بهالكيرف هذا هو عبارة عن ايش؟ ذلك الجزء من y بيساوي x، لانه لاحظوا t بيساوي t يعني y بيساوي x. الجزء من y بيساوي x اللي بيبدأ بالصفر صفر وبنهي بالواحد واحد. اوكي، هيك اتجاهه. طبعا العكس مختلف الجواب بده يكون. اوكي، الان التكامل i هو عبارة عن التكامل من صفر لواحد حسب التعريف. بنحط مكان x قيمتها اللي هي t، والy برضو t. اوكي، بصير عندنا t 2t، في x برايم اللي هي واحد، والy برايم اللي هي واحد dt. اوكي، بنجمع بصير عندنا 3t، تكامل من صفر لواحد ل3t dt اللي هو بالنهاية راح يصير معنا 3 على 2. الآن فرع 2 من المسألة انه c الكيرف بدنا ناخذه ذلك الجزء من y بيساوي x from 0 0 to 1 1. اوكي، يعني هو طبعا بنتهي السؤال هون، فهو واصف لنا السموث كيرف وصف. اوكي، انه ذلك الجزء من الواي بيساوي اكس من النقطة الفلانية للنقطة العلانية. ننتبه هو نفس الكيرف اللي موجود هون. اوكي، من صفر صفر لواحد واحد. اوكي، ممكن نعمل بارامترايزيشن نفس هاي البارامترايزيشن، نقول سي هو اكس بيساوي تي، واي بيساوي تي. اوكي، لانه بقول لك ذلك الجزء من y بيساوي x، يعني اذا فرضنا x بيساوي t بده يتبعها y بيساوي t، بس من 0 0 ل 1 1 يعني لو اخذت t من 0 ل 1 بتجيب لك. اوكي، البارامترايزيشن مش وحيده، يعني ممكن واحد يقول x بيساوي 2 t، طبعا بده يتبعها y بيساوي 2 t. اوكي، بس t بدها تصير من 0 الى نص هون، وهكذا. ممكن تقول x بيساوي t زائد 1 بيتبعها y بيساوي t زائد 1، t بدها تصير من واحد لاثنين مثلا، او من ناقص واحد لصفر حسب. اوكي، احلى او الطف بارامترايزيشن للكيرف اللي بيحكي عنه هون، للسي اللي بيحكي عنه هون، انه ناخذ اكس بيساوي تي، واي بيساوي تي، تي بين صفر وواحد، والجواب جاهز، انه يعني كاننا بنتحدث عن بارت 1 3 على 2. الان فرع 3 انه سي هو ذلك الجزء من واي بيساوي اكس من واحد واحد هالمره ل 0 0. اوكي، من واحد واحد ل 0 0. هون بدي امرر مفهوم الناقص سي، يعني اذا كان عندنا كيرف سي، اوكي، في الناقص سي هو نفس الكيرف بس الاتجاه عكسي، يعني كان الاتجاه ان من عند ال 0 0 باتجاه ال 1 1، هون شو بقول؟ من واحد واحد لعند ال 0 0. اوكي، ف إذا كان هذا هو السي من واحد واحد لعند الصفر صفر، فالناقص سي من صفر صفر لعند الواحد واحد، وبالتالي إحنا عندنا معلومة حسب فرع اثنين أو فرع واحد عن التكامل عن ناقص سي اللي هو إنه ثلاث على اثنين. أوكي، لكن التكامل على سي هو ناقص التكامل عن ناقص سي، يعني دائما لما نعكس الأورينتيشن بده ينضرب الجواب في سالب، وبالتالي هون الجواب ناقص ثلاث على اثنين. فرع 4 انه سي ذلك الارك من y بيساوي x from 0 0 to 1 1. اوكي، followed by the arc of x تربيع زائد y تربيع بيساوي 2 from 1 1 to 0 square root of 2. هون في خطا مطبعي square root of 2، لانه بدنا النقاط عايشه على سطح الدائره، فالواحد واحد فعلا عايش على سطح الدائره، 1 تربيع زائد 1 تربيع بيساوي 2، ولكن الصفر واحد لا، بالتالي احنا نعم بحاجة ان تكون عندنا النقطة صفر وجذر الاثنين، ويعني مشار الها هون. اوكي، الان هذا الكيرف او الطريق اللي بيحكي عنه مش سموث. اوكي، بسموه بيس وايس سموث. شو المقصود بيس وايس سموث كيرف؟ اوكي، انه سموث، اتحاد سموث، اتحاد سموث فاينايت، يعني ان من المرات. اوكي، هون عندنا سموث، اتحاد سموث مرتين. طبعا بشكل عام المقصود بالسموث انه
بالبيس وايز سموث انه اول واحد نهايته زي بداية الثاني، والثاني نهايته زي بداية الثالث، وهكذا. يعني هو بالنهاية قطعة واحدة هالبيس وايز سموث، بس على كل واحدة منهم ماشي سموث. الآن التكامل على بيس وايز سموث بنجزئه، بصير التكامل على كل سموث ماشي، وبنجمع. إذا هون إذا كانت سي هي سي 1 اتحاد سي 2، وهي كذلك سي 1 المقصود فيها هون القطعة المستقيمة من 0 0 للواحد 1، أوكي؟ يعني جزء من واي بيساوي اكس، بعدين الجزء من اكس تربيع زائد واي تربيع من 1 1 للصفر جذر 2 هو بدي ارمز له بالرمز سي 2. فالسي 1 ببساطة هي اكس بيساوي تي واي بيساوي تي من تي تي من 0 و1. والتكامل على السي 1 حقيقة معروف كثير بالنسبة لنا في الفرع 1 وفرع 2 و3 2. هلا السي 2 اوكي، احنا احسن بارامترايزيشن نعملها لدائرة من النوع اكس تربيع زائد واي تربيع بيساوي اي تربيع، يعني الدائرة مركزها الاوريجن، ان نقول اكس بيساوي اي كوساين تي، واي بيساوي اي ساين تي، وبعدين نقيد التي على فترة حسب طبيعة الارك اللي احنا ماخذينه من الدائرة. فمثلا هنا الارك بسيط اوكي، ببلش من عند الواي بيساوي اكس وبنهي عندما عند الواي اكسس اللي هو اكس بيساوي صفر، اوكي. طبعا النهاية تاعته واضح جدا انها باي على 2، اوكي، لكن البداية واي بيساوي اكس كيف بنحسبها؟ عندنا الميل تاع الواي بيساوي اكس اللي هو 1 بيمثل تان الزاوية، وبالتالي الزاوية هي تان انفرس الواحد اللي هو باي على 4. اذا بتبلش الزاوية في الباي على 4 وبتنهي بالباي على 2، يعني النقاط بدنا ناخذ النقاط من باي على 4 حتى نوصل لباي على 2 حتى تطلع النقاط الكيرف اللي هو متجه، اوكي. اذا هذا سي 2 بارامترايزيشن له بسيطه، اوكي، زي هيك. طبعا التكامل على سي 1 زي ما حكينا ويل نون 3 على 2 لانه قبل شوي حسبناه، والتكامل على سي 2 مضطرين نحسبه هو التكامل من باي على 4 على باي على 2، لا بنعوض مكان الاكس جذر 2 كوساين تي، مكان الواي جذر 2 ساين تي، بصير 2 جذر 2 ساين تي في المشتقات تاعونهم، وبنحسب حتى نلقى انه الجواب نص. وبالتالي الاي اللي هو التكامل على سي 1 زائد التكامل على سي 2 هو ببساطة 3 على 2 زائد نص ويساوي 2. الآن في هذا الفرع فرع 5 بده سي تكون هي الارك من واي بيساوي اكس من 0 0 ل 1 1 followed by the arc من الدائرة x تربيع زائد y تربيع بيساوي 2 from 1 1 to 0 square root of 2، في خطأ مطبعي هون برضو، to from 1 1 to 0 square root of 2 followed by the line segment from 0 square root of 2 to 0 و 0، اوكي. لاحظوا هون هذا البيس وايز سموث هو كلوزد، هو كلوزد كيرف، وبل بسموه سمبل كلوزد، بقطعش نفسه الا بال يعني مره واحده، اوكي، بدايته زي نهايته هو كلوزد، وكمان علاوة على ذلك هو سمبل، يعني بقطعش نفسه الا مره واحده. الان انا بدي اجزئ هالبيس وايز سموث سمبل كلوز كيرف لثلاث اجزاء، السي 1 هي تعتبر سموث، السي 2 تعتبر سموث، والسي 3 تعتبر سموث، اوكي. امر السي 1 والسي 2 محسوم، انه التكامل على السي 1 محسوم معروف، والتكامل على السي 2 معروف، بل بفرع 4 حسبنا التكامل على السي 1 زائد التكامل على السي 2 اللي هو طلع 2. اذا شغلنا الشاغل في هاي المرحله ان نحسب التكامل على السي 3. حقيقة السي 3 جاي عكسي، اوكي، احنا بنعرف او بنحب نشوف انه نشوف بارامترايزيشن لذلك الجزء من الواي اكسس من 0 0 لجذر 2، وهذا البارامترايزيشن ممكن تكون ابسط صورة له انه اكس بيساوي 0 واي بيساوي تي، وتي بين 0 وجذر 2. طبعا اذا عملنا هيك بصير الحركة من 0 0 ل 0 جذر 2، وبالتالي بنكونش عبرنا عن سي 3 بل بنكون عبرنا عن عكسه بالاتجاه اللي هو سالب سي 3. احنا بنحسب التكامل على سالب سي 3 وبنضرب الجواب في سالب، شو بيطلع معنا؟ التكامل على السي 3.
فالتكامل على السالب سي 3 والتكامل من صفر لجذر 2 صفر 2 تي تعويض ومشتقات اكس برايم واي برايم بيطلع معنا سالب 2. ولما بنجمع التكامل على سي 1 زائد التكامل على سي 2 اللي هو 2 زائد التكامل على سي 3 اللي هو ناقص 2 بيطلع الجواب صفر.